لما بتشارك الانسان قصصه وخبراته بالحياه بيكتشف انه منه الوحيد وكتار مثله بيشاركوه ذات الاختبار او ذات الشعور. هذا تحديدا اللي صار مع ضيفتنا اسراء حيدر. اسراء عملت بلوج رح نعرف تفاصيله وصار عندها اليوم 10,000 قارئ بيشاركوا كمان قصصهم حول يعني قصه التمييز، ان كانت يعني شو ما كان نوع التمييز. رح ناخذ تفاصيل اكثر منك. اسراء صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. وسهلا فيكي. اهلا فيكي. اول شيء مبروك صرتي ماما ومش من كثير زمان وصار عندك فاطمه. صح. الله يخلي لك اياها. اسراء انت حاولتي انك تشتغلي حسب ما فهمت بشركه وكان مطلوب منك تعملي عده مقابلات وبالاخر تم رفضك بسبب حجابك. صح. خبرينا انت القصه اكثر. الحقيقه قدمت على كانت البوزيشن هي للتسويق وخلال مرحلة المقابلة كان في ثلاث مراحل لازم نمرق فيها، خلصت أنا من ثالث مرحلة وصار وقت إنه نوقع الكونترا وأنا مفكرة إنه خلص انقبلت بالشركة، ولكن اتضح للأسف إنه كان في شرط وهذا الشرط كان إني غير طريقة لبسي. يعني قالوا لك إياه بشكل واضح؟ قال لي إياها بشكل واضح، قال لي نحن أنت عندك المؤهلات لتاخذي هيدي البوزيشن ولكن في عنا طلب واحد هو إنك شوي تغيري طريقة لبسك أو تقصري شوي ثيابك. فطبعا انا ما فهمت عليه. كنت محجبه بوقتها؟ طبعا. ايه كنت. كيف وحده محجبه بتغير بطريقه لبسها؟ يعني بدل انت محجبه او مش محجبه؟ صح، يعني يمكن اللبس يكون شوي اضيق او يكون قصير ما يكون لتحت الركبه. اوكي. فهيدا الشيء يعني ما قال لك انه بدك تشيلي الحجاب بس قال لي بدك تلبسي شوي يعني سكسي اكثر. طبعا هيك بالضبط. هيدا الشيء اللي هو كان بده اياه لانه الشيء اللي هو ادعاه انه البوزيشن كماركتينج تحتاج انه الانسانه او المراه تكون شوي بارزه اكثر او انه لبسها يكون ملفت بطريقه معينه، تكون فاتنه اكثر. تكون فاتنه اكثر، والحجاب برايه هو كان بيتعارض مع هذا البوزيشن. شو حسيتي لما قال لك هيك؟ تضايقت كثير، خاصه لما عرفت انه هو زوجته محجبه، طبعا هذا الشيء عرفته فيما لاحق، فللاسف حسيت بظلم، حسيت انه انا عندي المؤهلات لاخذ هذه الوظيفه ولكن العائق هو كان شكلي الخارجي. ما بعتقد انه اي انسان لازم يتعرض لهيك موقف ان كان محجب ولا مش محجب. إسراء لو كنت مش متحجبه وقال لك صاحب العمل انه انا بعطيك البوزيشن شرط انك تلبسي بشكل يعني شرعي اكثر او تتحجبي، كمان بعتقد انه كنت رح ارفض الوظيفه لانه هو عم بيتعدى على حقوق الشخصيه، على الحقوق اللي انا بعتقد انه هي انا القرار اللي انا لازم اتخذه، وما بعتقد انه اي انسان لازم حدا يقول له شو يعمل وشو ما يعمل. اذا عم بيقول لي انه لازم تظبطي السكيلز اللي عندك اياها هذا الشيء صار مقبول، ولكن تغيير المظهر الخارجي هو شيء بخص كل انسان وما لازم هو يتعدى هيدي الحقوق الشخصيه. بس هذا بيتعدى شوي المنظر الخارجي، المنظر الخارجي قد يكون يتعلق بالطول، اذا وحده ناصحه او ضعيفه، اذا نظيفه مش نظيفه، مرتبه مش مرتبه، حلوه، حسب كل نوع عمل. هذا بيتعدى شوي الشكل الخارجي ليعطي يعني صار عم كونوتاسيون او بيعطي نكهه دينيه اكثر. مزبوط، يعني صار عم بيميز هو على اساس ديني، واللي هو نحن عايشين ببلد متعدد الطوائف وما في هو يختار الطائفه اللي هو بده اياها او الديانه اللي بده اياها ليوظفهم. بالنهايه بس هو هذا اللي بيصير باكثر محلات، في ناس بيقولوها بس ما بيطبقوها، وهذا الشيء اللي انا بلشت استكشفه بخلال المدونه اللي لي، انه نحن عم نقول انه نحن بنتعايش مع بعض، ولكن لما عم نجي للحقيقه لا، عم بيصير في تمييز ضد المراه المحجبه، ضد المراه الغير محجبه، وان كان تحت الارض وما عم ببين بالحقيقه. فلما انا بلشت اطرح قصتي بقلب المدونه بلشت لاحظ انه في كثير اشخاص غيري عم بيعانوا من نفس المشكله بس ما حدا عم بيحكي، ان كانوا يمكن خايفانين او ما عارفين كيف يعبروا او معتبرين انه هذا الشيء طبيعي ونحن لازم نتعايش معه. فهو هذا الشيء اللي دفعني لحتى اسس يعني تعودوا على التمييز ضدهم بسبب حجابهم وبالتالي بيتعاطوا مع الموضوع بشكل كانه طبيعي. مزبوط. وحتى في اشخاص صاروا يقولوا لي روحي دوري على وظيفه للمحجبين، يعني روحي كوني سكرتيره او عدي بمكتب او ما تنطلقي على المجتمع او تكوني يمكن وظيفتك تتطلب انك تكوني خارج المكتب، خليكي مخبيه لانه الحجاب هن بيعتبروه انه المراه لازم تكون مخبيه. هل الماركتينج يعني هل المراه المحجبه بتقدر تقوم بكل العمليات المطلوبه منها بالماركتينج؟ طبعا بالتاكيد، واكبر دليل هو انه انا فتحت شركه خاصه لإلي مختصه بالتسويق وبرهنت انه المراه المحجبه بتقدر تكون باي مجال، ان كان بالرياضه، بالتسويق، بالهندسه، باي مجال ان كان، المراه المحجبه بتقدر انها تثبت حالها. يعني ما في عمل بيوقف بوجهها بسبب حجابها؟ لا بالتاكيد لا. بس بتلاقي مشاكل اكثر، بتلاقي صعوبات اكثر. طبعا بتلاقي صعوبات وهذا الشيء ما فينا ننكره، ان كان من طريقه تعامل الاشخاص الاخرين لإلها، وللاسف في نظره شوي دونيه، انه يمكن انت منك ذكيه قد الباقيين او لغتك منها قويه قد الاخرين. فلما بلشت احكي وانطلق وبرهن للاخرين انه لا،
نحن بنقدر ننفذ كل هيدي الامور. شوي بلشت تتغير هيدي الصوره النمطيه وصار في نوع من التقبل للاخر. شفتي قلتيها انت الكلمه، قلتي صوره نمطيه. عاده في صوره نمطيه للمحجبه على انه هي بس تركيزها بيكون على يعني ممارسه الدين والطقوس الدينيه وبعيده عن العمل ب وكمان في شغله كثير اساسيه لازم نركز عليها، هي انه الفتاه المحجبه صارت تحس بهيدي الدونيه للاسف. يعني صرنا نحن لانه عم بيقولوا لنا انتم اقل وانتم يمكن ما بتقدروا تعملوا هيدي الاشياء، صرنا عم نصدق حالنا شوي شوي وعم نوقع بهيدا، بنغرق بهيدا العالم انه ايه يمكن انا هيك. فانا هون بوجه يعني يعني بقول لكل الصبايا المحجبات خصوصا او اي شخص عم بيتعرض للصوره النمطيه ان كانت ناصحه او غير محجبه او عنده اي مشكله او مختلف، مجرد انه مختلف، انه ما يامن بالشيء اللي عم بيقول له اياه الاخر، يامن بنفسه بس. وهو هيدا الشيء اللي احنا لازم ننطلق منه. اسراء انا ما بدي اكون يعني ما بدي اكون ثقيله بسؤالي، بس مش بكير تعملي بلوج عن ديسكريميشن لانك بوظيفه وحده ما انقبلتي او انطلب منك تغيري باللوك؟ بالعكس، هو انه هي فيها تصير حتى مع غير محجبات، يعني بلا انا بوصفك بدي اطلب منك تخسري وزن صح، او بدي اطلب تجي مع ميك اب على الشغل، او يعني كان رجل او امراه، او بدي اياكي تلبسي كوستيوم، انه فيها تكون هيك. هو موقف واحد بالحياه اللي بخلينا انه نحن نتغير، هو هيدا الموقف اللي انا صار معي. صحيح هو صار مره وحده بس انا كنت على يقين انه عم بيصير مع عده نساء غيري، وبعتقد انه اهميه انه نحن نحكي عن الامور اللي عم بتصير معنا بتقربنا لبعض، واهميه نشرح بتقرب مين لبعض؟ بتقرب الاختلاف، بتقرب الناس المختلفين عن بعض. يعني انت عملتي بلوج لتحكي عن التمييز ضد المراه المحجبه، هيك بلشت البلوج اساسا. أي. وخلال هيدي المدونه بعثت لي رساله وحده منها محجبه وقالت لي انا بالمجتمع اللي الي بتعرض للتمييز من قبل المحجبين لانه انا مني محجبه. فهون انا استكشفت انه التمييز مش بس ضد المحجبات، بكل انواع بالمجتمع كل انواع الناس ممكن يتعرضوا لهيدا صح. التمييز صح. وهون شوي تغيرت المدونه، بطلت بس عن الامراه المحجبه، صارت عن كل انواع التمييز واي شخص بيقدر يجي يحكي قصته، وحتى بنطرح قضايا وحلول نحن كيف بدنا نحارب هيدا عمليه التمييز. شو معقول يكون التمييز؟ يعني حكينا امراه محجبه تتعرض لتمييز من اشخاص بدهم اياها تكون غير محجبه والعكس صح. امراه غير محجبه حتى شو هي القصص التمييز الثانيه اللي انحطت على البلوج عندك او حتى اشخاص من جنسيات مختلفه اجوا يشتغلوا ببلدان معينة إن كان بلبنان أو خارج لبنان كمان كانوا عم يتعرضوا للصورة النمطية. وفي عندي مثال على شخص هندي كان عم يشتغل ببلد أجنبي وكتير كان في عم يتكرر بيسألوه أسئلة متكررة بيسألوها لكل الأشخاص اللي هن من الهند. فصار يقول لي انه انا مني هيك، انا ربيت كل حياتي بامريكا وبعتبر حالي يمكن شوي امريكي اكثر من انه انا هندي. فكمان الاشخاص اللي من جنسيات مختلفه كمان كان عم بيواجهوا هيدي العمليه التمييز. الاشخاص اللي هن يمكن العمر عمرهم صغير او اللي عمرهم كبير، في امراه عمرها كان 60 سنه وقدمت على وظيفه وقالت لي انا واجهت التمييز لانه كان عمري كبير واعتبروا انه انا يمكن ختياره او ما عندي القدره اني اقوم بالواجب اللي انا لازم اقوم فيه. ف تدينت المدونة وأظهرت حقيقة أنه التمييز ما له عمر، ما له دين، ما له شكل، كل الأشخاص ممكن يتعرضوا لصورة نمطية واللي هي فعلا بتأذي الشخص وبتأثر على قدرته أنه يعطي ويندمج بالمجتمع. كل واحد بحب انه يشغل معه الناس كمان اللي بيشبهوه، كل ما كانوا بيشبهوه كل ما بحس حاله مرتاح اكثر. كنا عم نحكي هيك الصبح. اسراء حجابك اجى عن تدين بدايه؟ انا كنت عايشه بامريكا للحقيقه والاهل بحب اوجه لهم تحيه، ربونا على بيئه دينيه، يعني ربينا بمجتمع ديني. ولما جينا على لبنان اهلي ما ابدا فرضوا علي الحجاب، ولكن شفت انا انه اصدقائي اللي حوالي من عمري محجبين فقررت انه انا بدي اتحجب. كان عمري 9 سنين. الاهل حاولوا كنت صغيره، الاهل قالوا لي خلص شو بدك فيها ورح تشوبي ورح تتعبي وبعدين بتتحجبي، ولكن انا اصريت انه اتحجب بهيدا العمر وفعلا يعني تحجبت، يمكن مش عن قناعه دينيه بوقتها، كان عن تقليد، يعني كان عن تقليد الاصدقاء. ولكن شوي شوي مع الممارسه بتصير بتتعلمي عن دينك اكثر، بتعرفي انت ليش هيدا الشيء متمسكي فيه وليه انا لبست الحجاب. فهيك بلشت قصتي انا مع الحجاب. في شيء بالدنيا معقولي انا هيك انك تشيلي حجابك؟ اكيد لا، بالتاكيد لا. يعني ان شاء الله يمكن هيدي نعمه الله اعطاني اياها اني اكون محجبه، وبتمنى انها تستمر، وبتمنى انه الاخرين يتفهموا هيدا الشيء اللي انا عندي اياه ويتفهموا ليش انا محجبه، ولو اخذت وقت كثير طويل ليتفهموا هيدا الشيء، ولكن بتمنى انه يشوفوني كاسراء ما يشوفوني كاسراء المحجبه. في كثير من الستات او من الصبايا بيتحجبوا بعدين زوجها بيطلب منها انه تشيل الحجاب بتشيله.
هذا بعتقد هذا بيرجع لأساس العلاقة اللي بينها وبين زوجها في شيء غلط من البداية. من ناحية التواصل، من ناحية التفاهم، حتى من ناحية تعايشهم الديني مع بعضهم. فبعتقد هذا الشيء كان لازم يمكن ينحل من قبل، وصارت أمور شخصية يعني بينهم وبين بعض. وإذا هي فعلا مقتنعة، ما بعتقد أنه رح توافق. صعب عليها كثير الموضوع، ما بعتقد بتوافق أنها تشلح الحجاب كرمال زوجها. قلتي إسراء أنه على البلوك في كثير من الأسئلة الناس بتستحي تطرحها وبتستحي تسألك إياها لإلك، وجربتي أنك تجاوبي عليها. شو بتعتقدي أكثر أسئلة يعني السيدات غير المحجبات أو من الأديان تانية أو طوائف يعني أو من دين تاني بيستحوا يسألوك إياها وبيحبوا يسألوك إياها؟ نحن هلأ مقبلين على الصيفية، وأكثر سؤال بينسأل هو ما بتشوبي أنت ومحجبة ولبسي كل هالتياب؟ فأنا دائما بجاوب دخلك ما بتشوبي أنت ومحجبة. أنا بجاوب على السؤال أنه مثل شخص بحياته مش ضايق الشوكولا، يعني أنا بحياتي ما بعرف شو يعني أني ما أكون محجبة أو أنه أتعرض للهواء بفصل الصيفية، فتعودت على هيدا الشيء وصار عندي مثل مناعة على الشوب. ويمكن كمان الله سبحانه وتعالى بيعطينا القدرة أنه نتحمل الشوب. بالتأكيد نحن منشوب، مش معناتها ما منشوب أبدا، وبالتأكيد في أوقات منقول يا ريت فينا نشلح وننبسط ونحس أنه عن جد في برود، ولكن الحياة بتستمر وخلص جزء من حياتنا. في أسئلة تانية بتفتكر العالم هيك بيكون عندها حشرية، كيف تطلع فيك؟ في أمكنة معينة، أمكنة معينة بتروحي عليها بتحسي في نظرة يعني؟ في مثلا كثير بسافر على مؤتمرات خارج لبنان، شوي بيستغربوا الحجاب، بيستغربوا منظر الحجاب. وكمان بيسألوا كثير عن موضوع انه انت ليش محجبة وليش بتلبسي بهيدي الطريقة. كمان هيدي الأسئلة بحاول جاوب عليها بطريقة منا دينية، بطريقة أكثر كيف أنا كأسراء بشوف الحجاب، ويمكن هيدا الشيء سهل عملية التواصل مع كيف أنت بتشوفي الحجاب؟ ليش كيف بدك تشوفيه بشكل غير ديني؟ لا طبعا هو بشوفه بطريقة دينية، ولكن بحاول إني أظهر، ما أقول إنه بالقرآن بيقول إنه لازم تتحجب، وبحاول أظهر إنه أنا كأسراء كيف متعايشة مع الحجاب، السلام اللي عطاني إياه الحجاب، الطمأنينة اللي بيعطيني إياها الحجاب. فلما بتطرحيها من ناحية شخصية بتصير مختلفة، من ناحية أنه أنا جاي عم أقول للعالم يي لازم تتحجبوا أو لا ما لازم تتحجبوا، فبيصير في شوي من النفور إذا أنت كنت عم تطرح القضايا يمكن بطريقة دينية بحت. فلازم يكون في جمع ما بين الطريقة الدينية وما بين الطريقة الشخصية. هو أهم شيء كمان اللي محجبات ما يعملوا جادجمنت أو يحكموا على غيرهم غير المحجبات، لأن نرجع عم نوقع بذات المشكلة. بالتأكيد بنكون إحنا عم نناقض حالنا، اللي هو التمييز يعني. وأنا وقعت فيها هيدي الشغلة، أنا كنت عم بقول للعالم ما تميزوا ضد الإمرأة المحجبة، ولكن لما عم بيكون في اجتماعات أو لقاءات دغري أنا بشوف وحدة محجبة روح أقعد حدا. فمن خلال المدونة انتبهت لحالي أنه يه أنا عم بعمل هيدا الشيء مع الآخر، وعم بطلب من الآخرين ما يعملوه معي. فكمان قدين إحنا عم نكون صريحين مع أنفسنا، قدين إحنا عم نكون صادقين مع حالنا، وشو الإشي اللي نحن منطلبها من الآخر نكون عم ننفذها على حالنا، وهذا الشيء اللي أنا عم بحاول طبقه بحياتي اليومية. اليوم من خلال هالبلوج أنت أسستي شركة ماركتينج خاصة فيك قلتي لي، ونجحتي فيها وصرتي والدة لفاطمة، وعلى البلوج عم بتكملي بعدك المدونات. صح. إن كان أسئلة أو مشاركة التمييز مع الغير، وصلتي لعشرة آلاف قارئ اللي هو عدد مرتفع. صح. لحدا يعني اسمه مش معروف أو مشهور إلا بهذا الدومين. شو الرسالة اللي بدك توصليها عبر البلوج؟ أهم شغلة أنه نحب بعض، هيدي أول رسالة بحب أوصلها. وتاني شغلة أنه إذا عنا أسئلة، عنا أي طروحات حابين نحكيها، ما نعمل assumptions عن الآخر، ما نعمل افتراضات عن الآخر، نسأله، نقرب، نحاول نكون قراب لبعض، لأنه من خلال هيدي الأسئلة، من خلال تعاطينا مع بعض نفهمهم أكتر، نفهمهم أكتر، ونقدر أنه عن جد فعلا نتعايش مع بعض كمجتمع متكامل، وفعلا نكون عم نطبق فكرة أنه نحن عايشين مع بعض ومنحب بعض، مش بس بتكون شعارات عم نقولها بس قدام العالم. إسراء شكرا لك. شكرا لك ناسيا، انبسطنا بحديثك. اللي بده ياخد تفاصيل أكثر حول هالبلوج أو يفوت يقرأ شو اللي مكتوب، إذا ماني غلطاني هو hijabi.wordpress. مزبوط. صح. hijabi.wordpress.com. وبيشوفوا كيف بدأت القصة كلها، التمييز اللي تعرضت له إسراء وتمييز تعرض له غيره لأسباب تانية، وبيقدر كمان هو يشارك قصصه إن كانوا سيدات أو رجال ويبعتوا قصصهم. أهلا وسهلا. أهلا فيك إسراء. بريك ولا حنكون مع ويلدان، خليكم معنا.